بقالي فترة بحاول اشترك في شات جي بي تي بلس وكاب كات، ولكن الاسعار نار يا صاحبي، لحد ما لقيت موقع بيقدم الخدمات دي وبربع الثمن. يلا بينا نشوف. شات جي بي تي بقى مرعب. جيت هنا وكتبت له: هل تعرف قناة خمسية بس؟ ومن هو صاحب القناة الحقيقي؟ لقيته جايب لي معلومات ما ينفعش حد يعرفها، وبيعمل صور جامدة جدا، وطبعا بكل الستايلات اللي انت عايزها. يعني لو جيت هنا تلاقي كل الستايلات موجودة عندك، وتقدر تعمل صور بأي ستايل من الستايلات اللي قدامك دي، وحتى لو حاجات قديمة زي اللي انت شايفها قدامك دي طلع لي حاجة من زمان، والجودة جامدة جدا. انا دلوقتي على موقع كاب كات، زي ما انت شايف هنا الفيديو قدامي، عندك ادوات كتيرة جدا. لو جيت مثلا هنا على الاوديو، وبعد كده روحت على فويس تشينجر، الصوت ده اتشهر بشكل كبير جدا على اليوتيوب، وهي الشكل اللي هو ايه، تحسه بتكلم انجلش كده مع عربي، دنيا خربانة. فالصوت ده مشهور جدا، تقدر تعمله عن طريق الفويس تشينجر، وبعد كده بتروح على سانتا. وعندي هنا الشخصية مثلا بتتكلم، عايز اعمل اوتو كابشن للفيديو عشان هو بيتكلم كده حاجات تظهر تحت كده كتابة شكلها لذيذ، فاختار هنا عربي، بعد كده دوس على جينري. ده زي ما انت شايف طلع في ثواني، هو عشان الفيديو اصلا مش كبير. تبدأ تنزل لحد ما تلاقي خطوط عربية، وطول ما انت حط ايدك عليها كده هتلاقيه بيغير معاك، تعمل له انيميشن طبعا، بعد كده تحمله اهو، نقول له ده داونلود، ونحمله باعلى كواليتي 1080. لو عايز تعمل صور زي اللي قدامك دي ومش عارف تجيب وصفه وبرم بتعمل الصور، تعالوا لك تعمل ايه؟ كل الحاجات دي بقى يا معلم تقدر تحصل عليها ازاي؟ تعال اقول لك. موقع جيمس جو، موقع جيمس جو موقع عالمي، موقع جامد جدا، بيقدم لك كل حاجه زي ادوات الذكاء الاصطناعي كلها، وباسعار قليله جدا. عندك ميدجيرني هنا باقل كمان من 10 دولار، وعندك جاما، وعندك ادوات كتيره جدا، وطبعا شات جي بي تي بلس اللي احنا شرحناه في اول فيديو. ومنصه جيمس جو فكرتها الاساسيه ان هي بتقدم لك حاجات مدفوعه بشكل كبير جدا بسعر حنين كده. ليه بقى يا معلم بقول لك سعر حنين؟ عشان يوفر عليك يا معلم فلوس، بدل ما تدفعها فلوس في شات جي بي تي، لا انت ممكن تاخد شات جي بي تي وكمان تاخد ادوات زي جيميناي وحاجات كتيره جدا مع بعض، بدل ما ادفع فلوس كتيره جدا في حاجه واحده، لا انا ممكن ادفع فلوس ولكن في حاجات كتيره جدا واستفاد من كله مع بعض. بعد ما تخش يا معلم على الرابط اللي هسيبه لك في اول كومنت مثبت، هتروح على كلمه لوجن، تمام؟ عندك هنا اربع حاجات تقدر تسجل بيهم: جيميل وفيسبوك ودي مش عارف ايه، ودي طبعا اللي هي عن طريق الايميل الخاص بيك. هنسجل عن طريق الجيميل. بعد ما تسجل عن طريق الجيميل هيظهر معاك الباسورد، هتكتب له اي باسورد خاص بيك، وبعد كده هيظهر لك دي، هتقول له اي نو، وبس كده يا معلم هيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. طيب دلوقتي انا اقدر اشتري ازاي؟ تعال اقول لك. هتروح على اشتري الان، او بالانجلش تبقى ظاهره معاك بالشكل ده، تدوس عليها، بعد كده هيقول لك عايزها 12 شهر، 6 شهور ولا 3 شهور. بعد كده بتعلم على العلامه دي، وبعد كده يا معلم بتلاقيه هنا ظاهر لك 5 دولار في الشهر الواحد، بيحاسبك على الشهر الواحد ب 5 دولار، عكس شات جي بي تي بيحاسبك على الشهر الواحد ب 20 دولار. سايب لك برده بروم كود، هتلاقيه لينك في الموقع عندنا. بعد ما تاخد البروم كود هتيجي هنا وهترميه. بعد ما ترمي البرومو كود هنا يا معلم وتدوس على ابلاي، هتلاقيه قل معاك، وتقدر تشتريه عن طريق جو هنا كده، وتحدد طبعا عمليه الشراء من جوجل او ايا كان، فيزا او اي حاجه انت عايزها، وبس كده يا معلم تقدر تشتري من هنا كده وهتلاقيه نزل معاك على طول. وزي ما عودتكم برضو ان انا بقدم لكم حاجات بشكل مجاني جامده جدا، فالفيديو ده برضو مش هيخلى من الحاجات دي، وهقدم لكم حاجات مجانيه وفي نفس الموقع. هتسيب كل ده كده وتيجي عند اللي في النص دي، هتدوس عليها هتلاقيه ظهر معاك هنا شات جي بي تي ويب فري، وهنا ميدجيرني فري، وجي بي تي ايمج فري، ومش كده بس، عندك جيميناي فري، وصوره فري، ورانا واي، وديب سيك، وكل الحاجات دي هتلاقيها عندك بشكل فري، تمام؟ تعال نجرب جيميناي وتدوس على تراي ات ناو، هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده، تطلع وتيجي هنا يا معلم هتقول له نيو شات، هنا هتلاقيه عندك اهو، وعندك كمان كلاود وبي اس، وعندك حاجات كتيره جدا. هنا هو بيديك 100 كريدت، وهنا بياخد منك 5 كريدت بس على المسج، فهتقدر تعمل له حاجات كتيره جدا. لو جيت هنا مثلا عايز اقول له نانو بانانا، لو بيعرف يعمل صور او ايمج جنريتور، وهتلاقي عندك صوره ايمج، لو جيت على الصوره هنا ياخد منك 12، تمام؟ هاجي هنا وابعت له برومبت، وبعد كده ادوس على سند، استنى يحمل كده. زي ما انت شايف الصورة ظهرت معانا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده،
اهو جامد جدا. ده الوصف طبعا اللي انا كنت عامله، ان ده الوصف لو خدت بالك هتلاقيه نفس الشكل نفس الورد اللي ورايا والتليفون وكل حاجه الخاصه بالفيديو الاخير اللي انا نزلته على القناه، وانا كنت عامله بنفس الطريقه دي وهو ده الكود بتاعه. وعندك كمان اي اي فيديو، تقدر تعمل فيديو عن طريق ميدجيرني او ران اواي او حتى كمان فيو 3. زي ما انت شايف فيو 3 الفاست والبرو بياخد منك 150، فانت خليك في الفاست بياخد منك 35 او الفيو 3 العادي بياخد منك 40، وهيعمل لك الفيديو بشكل جامد جدا. ممكن تكتب له برومبت جنريتور وتكتب له اي حاجه، هو هيكتب لك البرومبت الخاص بيك بشكل قوي جدا. في حاجه نسيتها قبل ما نختم الفيديو، هو لو انا اشتريت ده كده وجيت استخدمه عندي ولقيت حصل فيه شويه مشاكل او حاجه، ايه اللي هتعمله يا معلم؟ كل عليك انت تيجي هنا وهتكلمهم، تبعت لهم الرساله بتاعتك وهيردوا عليك في خلال ثواني، وهم فاتحين في ال24 ساعه فهيردوا عليك بسرعه جدا. تقدر تكتب لهم، ولو حصلت اي مشاكل برضو تقدر تسترد كل فلوسك كلها وكانك ما دفعتش اي حاجه. فبصراحه كده مالكش اي حاجه تانية غير انك تروح على طول وتشتري يا معلم. وبس كده نكون شرحنا كل حاجه في الموقع شرح تفصيلي. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، وشير كنت مش مشترك، وسلام.